وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة المحامين، افتتح نقيب المحامين مكتب حجز قطارات سكك حديد مصر، وذلك حتى يتمكن السادة المحامون من حجز تذاكر القطارات على كافة خطوط الهيئة من مقر النقابة العامة. إطلاق خط ساخن لخدمة المحامين. أطلقت النقابة العامة للمحامين خطا ساخنا برقم 17114 لتحسين الخدمات المقدمة للسادة المحامين وسرعة الرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات بشكل دقيق وسريع دعما لخطة التحول الرقمي. شهدت نقابة المحامين لأول مرة توفير مكاتب للبريد بمقراتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتقديم خدمات البريد للأعضاء وأسرهم، والتي تتضمن خدمات البريد العادي والسريع وإيزي بوكس والبريد المسجل والمجمع والدعائي وصناديق البريد المخصوصة، فضلا عن توفير خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية والخدمات المالية، ومنها حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمة التحصيل والإخطار الإلكتروني وخدمة الحوالات الفورية وخدمة الحوالات الخارجية والحوالات المجمعة، وقريبا تفعيل خدمة التوصيل لكافة الخدمات النقابية للسادة المحامين في مكاتبهم أو منازلهم.